هاي، معكم جانا من سنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بالصالون جليف، خلونا نعمل جولة بهالمعرض ونشوف شو بيتضمن. خبرينا أكثر عن صالون جليفر. نحن عنا كل سنة بحوالي 20,000 ولد بيجوا بيزوروا المعرض، بيعملوا لقاءات مع الكتاب، بيعملوا أكتيفيتي على ستاندات. كل المشاركين بستاندات بيقدموا أكتيفيتي للولاد. المعرض عبكرة الولاد بيجوا من السبت للسبت، بيجوا بيشاركوا. عنا أكثر من 300 مدرسة بتشارك بهالمعرض، وأهميته أنه منخلي الولد يضل عنده هالحب أنه يقرأ الكتاب، يفلفش الورق الكتاب، لأنه ما في شيء أكيد رح يخلي الكتاب يزول. إن شاء الله راض. ليش جيت اليوم على صالون دو ليفر؟ جينا على صالون دو ليفر عشان نشوف الأطوار المشهور يلي من فرنسا اسمه باسكال بريسير. جينا لنزور كاتب اسمه باسكال بيسي اللي بيألف قصص حلوة للصغار من عمر سنتين ل 16 سنة، وجينا كمان عملنا فتلة ونشتري الكتب الحلوين اللي بيقدموها، مش بس هو الكتاب والأوتور اللي غيره. وجينا رحنا حضرنا مسرحية حلوة كتير بتحكي عن الرنار وبتحكي عن لاسيغالا لافورمي واليوندرا، وفي كتير اشياء حلوة عملناها. ورجعنا على الصالون دو ليف، لعبنا بالفي ار وشفنا كيف المسرحية بقلب الفي ار، وكل شخص انبسط كتير. وشو استفدتوا؟ استفدت انه لازم نضلنا مثقفين وما منوقف القراية. وبعدك بتقرا؟ اكيد ومش حوقف. اليوم جيت اعمل لقاء مع كاتب اسمه باسكال بريسير، ورحنا حضرنا هون مسرحية اسمها بوفون، بتحكي عن الرنار والكوربو والسيغال والفورمي واليوم. وكمان حضرنا هون بالفي ار ولعبنا بالتابلت، وكمان رحنا عملنا فتلة وشفنا الصالون دو ليفر كله وشفناه كله وانبسطنا كتير. شو استفدت؟ استفدنا انه كل واحد حيتثقف اكتر وحيرجع يزور هذا المطرح اللي هون وحيتشجع حتى يقرأ بعد. وانت بعدك بتقرا؟ اكيد باني بقرا. وشو استفدتي؟ استفدنا انه تعرفنا على حدا جديد، وتعرفنا على الثقافه، وشفنا كتب كتير واشترينا كمان. جيت اعمل لقاء مع كاتب اسمه باسكال بريسي، وجينا نتفرج نشوف كتب واذا بدنا نشتري شيء، وزرنا مطارح وحبينا الكتب كتير. وشو استفدت؟ استفدت انه نحن لازم نضلنا نقرا كتب، ومش لازم نضلنا انه هيك تليفونات وهيك اشياء. وبعدك بتقرا لهلا؟ اكيد انا بحب كثير القراية. مهما تطورت التكنولوجيا ما في شيء بياخذ محل كتاب، الكتاب هو المعلم الاول للبشرية وما زال. كنت معكم جنى من سنابل نيوز.